مشاهدينا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي تقف نفسك مع الجيل العربي. قال الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال أيضا: وقل ربي زدني علما. صدق الله العظيم. نعم، العلم نور والجهل عار. نتعلم لنكتسب المعرفة، نتعلم لنحصل على التقدير والاحترام، نتعلم لنرتقي إلى المكانة الرفيعة، ونتعلم أيضا لنبني الوطن ونعلي شأنه بين الأمم. تعلم أن بلد المغرب من أقدم المملكات على مر التاريخ؟ هل تعلم أن لدى المغرب أكبر نخبة تضم أبرز المفكرين العباقرة والمخترعين؟ شكرا. بلاد المغرب يتوفر البحر والصحراء والجبال والوديان والغابات، طقسه متنوع وجميل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سأعرفكم اليوم عن المجسمات التي صنعتها. هيا نبدأ. المجسم الأول هو الهرم. الهرم لديه 5 رؤوس و8 أحرفة و5 وجوه. الثاني هي الأسطوانة. الأسطوانة لها قاعدتان، ها هو. وسنذهب إلى المكعب. المكعب له 6 وجوه و12 حرفا و8 رؤوس. والتالي هو متوازي المستطيلات، له 12 حرفا و8 رؤوس و6 وجوه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا كورونا COVID-19. أود أن أرحب بكم، لكنني أعلم أنكم لا تحبونني. أنا فيروس قاتل صغير لا أرى بالعين المجردة، لكنني خبيث أتسلل إليكم وأدمر جهاز تنفسكم. ما